ننتقل لفقرتنا الأخيرة وعن الطاقة الإيجابية، بنحكي قديش فعليا تلعب دور بالحالة النفسية. أكيد نور، يعني المعروف أنه سرطان الثدي من أخطر الأمراض يلي بتهدد الفتيات والسيدات، وبيحدث نتاج هذا الشيء طاقة سلبية تصاب بها المرأة لفترة طويلة، تتحول إلى مرض وبتزداد الطاقة السلبية بداخلها نظرا لنتائج العلاج الكيميائي اللي ممكن يؤدي لتساقط شعرها والتأثير على شكلها اللي هو كل سيدة أكيد بتهتم فيه. أكيد سلمى، لهيك سر نجاح خطوات العلاج من السرطان هو التخلص من هي الطاقة السلبية. لنركز على أهمية التحلي بالروح والطاقة الإيجابية، قديش إلى أثر عظيم في تجنب الإصابة بمرض السرطان. الكلام عن هالموضوع معنا بالاستديو الدكتورة غالية بغدادي، خبيرة بعلم الطاقة. يسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك. صباح الطاقة، كيفك غالية؟ حبيبتي صباح الخير سلمى. تمام غالية، يعني مثل ما حكينا يمكن حتى مع الدكاترة المختصين عن دور الحالة النفسية ويمكن السيئة منها قد ايه بتلعب دور بازدياد مرض السرطان، وكيف ممكن نتجنب هذا الشيء. تمام، هلا يمكن مجرد اسمه نحن صرنا مجرد ما نقول انه السرطان، هي على فكره مو شغله جديده، يمكن توارثناها من الاهل حتى، وصاروا بيقولوا لك هذاك المرض حتى، يعني شوفي لوين نحن وصلونا لحاله. وهو يمكن مرض مثل اي مرض، واكيد ممكن شفائه واكيد ممكن علاجه، وهو الطاقه الكامنه الموجوده عندك فينا تعالج اي مرض حتى الامراض السرطانيه او الامراض المزمنه. يعني عندك مثلا مريض السكري يلي هو مثلا قديش بيضل هالمرض بجسمه وعم بيعاني منه طول العمر، مريض الضغط، هالامراض هي ما بيفوتوهم بهي الحاله اللي نحن بفوتوا فيها مرضى السرطان. ليش؟ لانه في عندنا قله وعي بهذا الموضوع. يعني نحن مجرد ما سمعنا هالكلمه خلاص صار عندنا توتر، فورا تخيلنا انه الشيء الثاني وهو الأسوأ، توقعنا الموت، لدرجه حتى اللي بده يجي يطمن علينا بيجي تحسي عم بوضعك انه الله معك ما عاد شوفك انا. فنحن هذا الشيء يمكن محيطنا يلي بيلعب دور بهذا الموضوع، محيطنا اللي بيأثر فينا بهي الطاقة. هو بالعكس هو مرض مثل أي مرض، يمكن الجهل تبعنا أو قلة الوعي هي وصلتنا لهذا الموضوع بالذات، إنه كبر عنا صرنا كتير منخاف، قلة الإيمان بذاتنا، قلة الإيمان إنه لا نحن عنا قدرة الشفاء ونحن لازم يكون عنا أصرار لقدام إنه لا نحن منشفى. أكيد فينا نعطي لحالنا ونعطي حتى للي قدامنا طاقة إيجابية كتير، يكون عنا أكيد قدرة كتير على الشفاء. أكيد دكتورة، لهيك عم نحكي عن أهمية يمكن الحالة النفسية بتلعب دور بمحاربة هيدا المرض، وخصوصا السيدات اللي هن أكثر يمكن عاطفة من الرجال وبيتأثروا بشكل كتير كبير. خلينا نحكي السيدة اللي ممكن تكشف مبكرا عن هيدا المرض، قديش فعليا الطاقة الإيجابية والتحلي بروح التحدي والإرادة قديش بتلعب دور لمحاربة هيدا المرض. تمام، هلأ نحن على طول أي موضوع منفوت فيه للأسف على طول منفكر فيه بالطاقة السلبية، وتفكيرنا بيروح بالاتجاه السلبي قبل الإيجابي. فورا مجرد ما كشفت أنه عندها، أو حتى يمكن الدكتور يكون عم بيقول لها لازم تحللي مثلا، فعندك تحليل أنه تحللي مثلا، وقت بنقول مثلا الدم الخفي أو كذا، فورا الناس بتروح أنه أنا خلاص معي شو، بتبلش تفوت في حالة الاكتئاب. طب نحن ليش ما تفكري أنت أنه صح في كثير ناس مثلا ضررت اثرت بهذا المرض، بس كمان في ناس كثير ونسبه كثير كبيره انه هي شفيت، فانت ليش ما بتشوفي هدول الناس؟ بتشوفي هدول الناس، هي طريقه تفكيرنا السلبي وقله الوعي اللي عندنا. هي شغله. الشغله الثانيه، انا انطلب مني مثلا تحليل او مثلا حس الشخص انه في الطبيب تبعه في اي خلل او في اي شيء، ما هي نهايه الدنيا، ما هي مثل ما نحن مفكرين. يعني نحن هو عباره عن شو؟ هو عن عباره انه نحن نقص فيتامين بي 17 هو اللي بياثر على نشوء خلايا غير صحيحة بالجسم، وهو اللي بيخلي هالخلايا تنتشر، وهذا بيرجع لسوء التغذية اللي عنا. يعني نحنا لو عم نتناول على طول بغذائنا ندخل الشغلات عن جد اللي كانوا أهلينا من زمان يدخلوها لأكلهم، يرجعوا للقمح، يرجعوا للشغلات الطبيعية، ما بتلاقي هالكمية من مرضى السرطان هلأ صارت عم تطلع كتير بهذا الوقت. نحنا المشكلة بس بغذائنا، أنه هو عبارة عن نقص فيتامين بي 17 الموجود هو بأي شيء مبرعم. يعني نحنا لما كنا صغار سلمى يمكن تذكري بالمدرسة انه تحطي القطن، تجيبي القمح تنقعي شوي وتحطيه لحتى يطلع البرعمة تبعه، قد كنا ننبسط فيه ونفرح فيه، وحتى وقت ناكله نلاقي طيب، كنا يمكن نحن ناكله من مجرد انه لعبة او شيء، حتى انه معقول انتم عم تاكلوا شو عملتوا او شيء. هون نحن عرفنا انه
هون بيطلع الفيتامين بي 17 بينشأ بهذا الشيء الطبيعي اللي نحن نبتناه حتى بطريقة كتير طبيعية، يعني الزراعة الطبيعية مثل ما بيقولوا بيكون كتير غني ببي 17 لما أنا بتناول هذا الشيء، بالإضافة حتى للمكسرات اللي بتكون مثلاً مانا محمصة كمان بتكون غنية بهالقصص، يعني في كتير قصص موجودة بحياتنا بس نحن يمكن من بعد عنا تماماً بهذا العصر اللي نحن فيه، عصر السرعة، صرنا كل شيء بدنا إياه بسرعة والأكل الجاهز وهذا الشيء، هذا اللي أثر على هذا الشيء. هلأ نحن المفروض هي يكون على طول عندها الإيمان بطاقتها وعندها الأمل والإيمان القوي بالشفاء، إنه أنا لا حأشفى، هو مرض مثل أي مرض وأنا قادرة وعندي القدرة إني أشفى. السبب الأساسي إنه هالمرض يتكاثر أو ما أقدر أنا سيطر عليه الضعف الداخلي اللي بيصيبني أنا، لما أنا بقول إنه لا خلص أنا ما عاد فيني كفي، أنا خلص طلع معي، معناته أنا انتهت حياتي، وبتبلش بقى تفكر بالموضوع السلبية إنه هي حياتي انتهت، أنا مجرد ما فدت بهالقصة معناته أنا بالفعل أنا عم بنهي حياتي، مو بس بهذا المرض، بأي موضوع بالحياة. يعني مثلا أنا هلأ أي شيء مثلا مقدمة على الشغل، أنا قبل ما أروح على الشغل ما حيوافقوا علي أو وافقوا مثلا علي، ما حأنجح بالشغل، أكيد حأطلع مو منيحة، شيء طبيعي تطلعي مو منيحة لأنك أنت عم بتكرري الفكرة وتجذبي كمان وبرجع بكرر مثل ما حكينا بالحلقات الماضية، وبرجع بحكي إنه أنت الفكرة اللي بتكرريها بيصير لها كارما كونية وعقلك الباطن بيصير بيشتغل عليها تلقائي. فأنت لما بتكوني لا سمح الله أي مرأة مريضة بهذا المرض وصارت تفكر على طول بالتفكير الإيجابي إني أنا ما حكمل الشهر أو أنا ما حكمل السنة أو أنا خلاص إنه انتهت حياتي، هون هي بلشت عن جد هي يلي ترفع نسبة المرض عندها، وهالخلايا تخليها هي تكتر عندها. ليش؟ بإرادتها، لأن هي اللي أرادت هذا الشيء، هي ما قالت إني لا أنا حأشفى وأنا قوية وأنا لازم ضل وأنا لازم تابع، لدرجة إنه بتوقف كل نشاطاتها، بتوقف كل اجتماعاتها، حتى بتوقف شغلها، لا بتطلع مثلا مع رفقاتها كافيه، لا بتروح مثلا بتلعب رياضه مثل ما كانت، خلص هي بمجرد ما عرفت هذا الشيء هي نهايه حياتها. فهون المشكله الكبيره عندنا، نحن بدنا يكون الوعي، يكون عندها الايمان، يكون عندها القدره، يكون عندها الطاقه الكامنه اللي جواتنا اللي هي فينا نعمل نحن منها المعجزات، تطلعها عن جد وتقول انا عندي القدره، انا موجوده وانا حكمل. وليكم في كثير ناس شفيوا وقدروا يتابعوا حياتهم وما صار عليهم شيء، مجرد ما هي فكرت هيك عن جد حتلاقي حالها فرقت كثير، حتى الدكتور اللي عم بيعالجها هو حق يلاقي في شيء تغير معه. كمان غالية يمكن بنشوف كثير سيدات بيعانوا مثل ما قلنا بمقدمة حديثنا من تساقط الشعر، تساقط يمكن شعر الحواجب، شعر أيضا الرأس بسبب العلاج الكيميائي، هذا الشيء بيكون عنده حالة نفسية. معروف أنه شعر السيدة هو تاج المرأة، فقدام ممكن خلينا نقول دور كمان المحيط بتخفيف هذا الشيء يعني. تماما، هلا المحيط بيلعب دور كبير مثل ما حكينا، انه بيجوا مثلا بطاقتهم او بطريقه كلامهم او بنظره، حتى نظره الشفقه، او بيحاكوها باسلوب مثلا انه انت هذا، يعني هي هذا كمان بيلعب دور كبير وبيأثر علينا، حتى هي بتحس حالها ما عاد حلوه، انه انا تماما فقط جمالي. تماما، يعني او حتى انه نحن بنحسسها انه انت كثير، انه يعني بنحسسها انه انا كثير مستغربتك او شايفه شيء غريب، يعني المحيط هو اللي بيدعمنا. يعني المحيط لازم يكون كتير متعاون معنا، حتى مثلا كيف بدي لك مو بالضرورة الأصدقاء أو شيء، المحيط الأقرب، لأن مثلا إخواتك، زوجك، هدول الناس اللي هن بيكونوا بالفعل لاصقين فيك، يعني لدرجة أنه أنت حياتك كلها مع هاي نقطة كتير مهمة للأهل وللمحيط وللبيئة، قديش فعلا المحيط بيلعب دور لدعم السيدة نفسيا، يعني حتى الأم، الأب، الإخوات مثل ما قلتي، لأنه أحيانا هن بيلعبوا دور سلبي، يعني خلال الوتوتة لك كيف صارت شكلها كذا، تماما. ممكن تسمع كلمة نظرة، قديش مهم فعلا الزوج يدعم زوجته إذا كانت مصابة بهيدا المرض. تماما، الحالة النفسية، البيئة المحيطة جدا نقطة مهمة. صحيح، 50% نور، 50% بتلعب دور بالشفاء، الـ 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 الدعم النفسي أو الدعم اللي نحن بنعطيه أو المحيط كيف بيدعمنا. وأهم شيء الشخص اللي بيكون كتير مقرب منك وهو الزوج أو حتى الزوجة، يعني نحن هذا المرض ما نحن بنستثني إنه منه الرجال، حتى يعني أكثر شيء بيلعب دور هو الشخص، الزوج بالذات، لأن هو اللي مقرب منك كتير، هو اللي حيشوفك بكل حالاتك. ونحن بنعرف إنه الزوج كتير بيهم نظرة الزوجة لإله، جمالها، هالقصص هاي كتير نحن شفنا من حالات إنه بالفعل الزوج مجرد ما شاف أي شيء فورا بعد، في نفور وبعد تماما، هذا قديش أعطاها طاقة سلبية. خوف من المجهول دائما بيرافق هاي الحالات، يمكن هذا اللي بيعطيهم أو بيعزز الطاقة السلبية عندهم. كيف نحن فينا نشيل هذا الخوف، انه نبطل نخاف من بكره شو رح يصير، يعني شو اكبر شيء ممكن يصير، تنتهي الحياه،
طب ما انا عندي هي كم يوم ليش لحتى ما اعيشهم وانا سعيده. صحيح مزبوط. ونحن ليش عم نستبق الاحداث؟ يعني نحن ما حدا بيعرف مثلا ايمتى يوم، او ما حدا بيعرف شو الجاي. في ناس طبيعيين ممكن يفقدوا حياتهم من دون اي سابق انذار. صحيح. فليش نحن بس مجرد هذا المرض نحن بنصير بنفكر بكثير قصص؟ نحن لو منعيش حياتنا طبيعيين وما منحسس الاشخاص اللي قدامنا، وحتى انه مثلا السيده تعرضت لتغيير في شكلها، هر شعرها او شيء، ما هي نهايه الدنيا، هي بتضل تعتني بحالها وبتضل تحط ميك اب وبتضل تلبس وبتضل، لانه هو يعني بتلاقي نحن اذا طلعنا على الغرب بتلاقي بطبيعه امر مثلا في ناس بيقيموا شعرهم بيعملوا كثير قصص بيعملوا اي شيء، بس نحن للاسف مجتمعنا العربي اي شيء بنعمله بيستغربوه، اي شيء بتعمليه بيلاقوه غريب، يعني لدرجه انه وللاسف يعني نحن عندنا لحد الان الوعي غير موجود، اذا نحن كنا ماشيين بالطريق لقينا طفل صغير مثلا يعاني من متلازمه داون او شيء، كثير نحن بيلفت نظرنا او بنضل منطلع انه ايه، او حتى اطفالنا كيف بيطلعوا عليه، يعني فهذا اكبر سبب هو لحتى نكبر هالموضوع. اكيد دكتوره كثير مهمه الحاله النفسيه، البيئه المحيطه، التوعيه والثقافه الصحيحه. بدنا نشكرك اليوم على كل حبيبتي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وقديش مهم فعلا الدعم النفسي للسيده، انه هيدا مرض ممكن الشفاء منه من خلال الكشف المبكر ثم الكشف المبكر. شكرا كثير لك دكتوره. حبيبتي. شكرا دكتوره. هلا.